دلوقتي معانا واحد من نجوم نادي الزمالك، كابتن احمد مجدي. كابتن احمد، نهارك ابيض ومنورنا في قناة الزمالك. ربنا يخليك. حبيبي يا كابتن احمد، عايز اتكلم معاك عن ماتش الوداد. شايف ماتش الوداد ازاي؟ ازاي يبدأ كارتيرون هذه المباراة الصعبة جدا خارج ارضه؟ والله اكيد ماتش مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك وفريق الكوره بالذات. انت عندك ماتشين تعادلين، حطيت نفسك في ضغط كبير جدا، فلازم تطلع نفسك من تحت الضغط ده وان تطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله بمكسب قدام الوداد. وانا اتفرجت على الوداد، يعني الوداد اهم قوتهم الكور الثابته، عندهم مشاكل بين الخطوط تقدر الزمالك يستغلها، ما يجيبوش الجول. يعني الجول الوحيد اللي جابوه هجوم متحرك والباقي كله كور ثابته. فاتمنى ان كاترون يدرس المباراه كويس جدا وان هو يحط التشكيل المناسب للمباراه عشان ما نرجعش دايما بعد ما الماتش ينتهي او ما نقدرش نرجع في المباراه. فاتمنى يبقى في تركيز كبير جدا من الزمالك ان شاء الله. شايف خط الدفاع في الماتش اللي فات لعبنا بثلاثة، يمكن أول مرة من فترة كبيرة جدا نلعب بثلاثة، فتحس اللعيبة مش حافظة إن هم يلعبوا بثلاثة عن ما هم بيلعبوا دايما كالمعتاد باتنين مدافعين. شايف الأمر ده إزاي؟ طبعا اكيد اكيد انت بتغير طريقه لعب، انت محتاج وقت بالذات اللعيب المصري. يعني اللعيب المصري دايما مش قوي تكتيكيا، فلما تيجي تغير طريقه لعب في وسط موسم في خلال يومين ثلاث ايام وتشتغل عليها لازم تحفظ اللعيبه. فواضح طبعا جدا مش بس الديفنس، يعني عشان تلعب ثلاثه لازم الباكين يكونوا طايرين، ما ينفعش يبقوا الخمسه واقفين على الخط واحد او الخمسه بيدافعوا والباكين ما بيهاجموش. فده طبعا اكيد محتاج وقت شويه مع مستر كارتيرون ولاعيبه الزمالك عشان تفهمه. لكن انا كنت شايف انت ماشي، يعني تمشي طبيعي ب 4 2 3 1 طبيعه ساعتك يعني. لكن في الاخر هو غير طريقه اللعب، وفي الاخر ما حسيناش بطريقه اللعب او ما حسيناش ان الزمالك فاهمها كويس او لعيبها فاهمها وحافظها. طبعا كابتن احمد، انت كنت لعيب جوكر، لعبت في نص الملعب ولعبت مدافع، لعبت باك ليفت، لعبت في كل الاماكن تقريبا. فشايف في نص الملعب ليه كارتيرون ما قدرش يتعامل مع غياب طارق حامد؟ وشفنا ناس كتير شارك، شفنا رؤى، شفنا ماجد هاني، شفنا لعيبه كتير جدا شاركوا حتى في المباراه اللي فاتت، خلى عبد الغني في نص الملعب. شايف الامر ده ازاي؟ اكيد طارق لعيب مهم ولعيب كبير، ودايما طريقه لعب الزمالك كانت بتعتمد على طارق، ان انت ممكن تهاجم بعد كبير من اللعيبه وطارق يقدر يغطي لك المساحات الواسعه بالعرض الكبيره اللي موجوده دايما في وسط ملعب نادي الزمالك. لكن في الاخر الحل الوحيد انا من وجهه نظري ان انت تلعب باثنين ثابتين وقدامهم واحد. يعني ما يعني وقت ما طارق كان بيلعب امام كان دايما بيتقدم واشتغل في الحته اللي قدام رقم 10 ممكن او صانع العاب. لكن في الوقت الحالي بقى طارق مش موجود، لازم نثبت اثنين يبقوا ثابتين دايما باستمرار، ما فيش حد يهاجم الا قليل جدا، وتسيب الباقي بقى ممكن تخلي الباكين يهاجموا مفيش مشكله، والثلاثه او الاربعه اللي قدامهم كمان يهاجموا، يبقى عندك اللعيبه بتهاجم ومثبت اثنين عشان يقدر يغطي المساحات الواسعه اللي ما حدش بيقدر يغطيها غير طارق حامد. شايف حظوظ نادي الزمالك ازاي في المباراه اللي جايه؟ مباراه صعبه. والله طبعا اكيد مباراه صعبه بالذات في المغرب وفي جمهور، اعتقد في جمهور. وانت زي ما قلت لك حاطط ضغط كبير جدا على نفسك. فاتمنى ان شاء الله الزمالك يقدر الماتش كويس جدا، ونقاط القوه والضعف في فرقه الوداد انا شايف انها مش فرقه مش مرعبه، هي يعني فرقه عاديه وبس. هي انت عارف طبعا شمال افريقيا دايما فرق المغرب وتونس والجزائر عندهم الكوره الثابته كويسه جدا، فانت لو قدرت تستغل حته الكوره الثابته دي اللي عليك تقدر ما يخش منها جون، تقدر تجيب جون في الماتشات في اللعب المتحرك. يعني شايف موضوع ضياع فرص كتير جدا بيحصل مع لعيبه نادي الزمالك في الماتشين الاولانيين وحتى في ماتش سموحه، شايف ازاي يقدر يحلها؟ يعني هل في بتفرق مدرب عن مدرب ازاي يعالج الفرص الكتير اللي بتضيع دي؟ والله بص يا احمد، انا شايف ان الفرص اللي بتضيع دي فرص لعيبه مش فرص مدرب. يعني في لعيبه في كور بتضيع في 6 ياردة، فال6 ياردة يمشي على المدرب. انت عاوز كواليتي الانهاء بتاعك او القرار دايما يبقى صح، فمهما اتمرنت انت قرار اللعيب دايما في الاخر في الحته دي. انت اقول فرص ضايعه، يعني فرص او المدرب يتحملها لما تكون مثلا بتوصل كل مرتين، يعني كل في الماتش مثلا مرتين ثلاثه بالكثير قوي، فطبيعي انت ممكن تضيع منهم واحده او اثنين فما تدخلش غير جون واحد. لكن انا بالنسبه لي الزمالك مثلا في ماتش بيترو اتليتيكو وصل كتير جدا قدام الجول كتير جدا. ماتش سموحه وصل 3 مرات في الشوط الاولاني، في الشوط الثاني اول ربع ساعه ما عرفش يخلص الماتش. ماتش ساجرادا وصلت الفرص برده جوه الـ6، واحده لبن شرقي وواحده لريال شيكابالا، يعني فرص مؤكده. فانت محتاج قرار لعيب وكواليتي لعيب، ليه لعيبه الزمالك بتدفع فيها كتيره او لعيبه الانديه الكبيره؟ عشان الحته دي، عشان كواليتي الانهاء، ان انت عندك لعيب يخلص لك المباراه باقل فرص ممكنه. لكن انا شايف ان دي ممكن رعونه لعيبه في اوقات، عدم اتخاذ قرار صح في اوقات،
استعجال في اوقات، فهي عاوزه بس حبه هدوء وثقه وهتلاقي الدنيا مشيت يعني تعدي. شايف ان في بعض اللعيبه بتصعبها على نفسها، يعني في لعيبه كواليتي بتاعهم عالي جدا زي اشرف بن شرقي مثلا، تشوفه في اخر الماتشات تحس ان الدنيا ممكن تبقى اسهل من كده، شايف ايه اللمسه الاخيره محتاجه ايه منه؟ ما يعني اشرف بن شرقي اعتقد كل التاثير الاكبر اللي متاثر بيه اشرف بن شرقي هو وجوده في الزمالك او لا. يعني اعتقد ان اشرف لو جدد في الزمالك هتلاقي الدنيا اختلفت عن كده. هو مشكلته ان هو يعني مش مفيش قرار بالنسبه له، ودايما بيفكر اي لعيب كوره احمد سواء مصري او غير مصري وبالذات الاجانب دايما بيفكر في مستقبله، بيفكر في الوقت الحالي، انا هعمل ايه؟ هجدد؟ طب انا جاي العروض ايه؟ كل الكلام ده كله بياخد من تفكيره. لكن بن شرقي احنا شفناه بكواليتي مختلف جدا عن الدوري المصري، وشفناه وبيجيب في جوان كتيره وبيلعب بدماغه وبيلعب برجليه الاثنين ولعيب كبير، فاعتقد الحته دي هي اللي مأثره على بن شرقي. يعني برضو الجهاز المعاون مع كارتيرون كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن امير عزم مجاهد، شايف ليهم دور انهم يخرجوا اللعيبه من الحاله النفسيه اللي هم فيها دلوقتي دي؟ التعامل النفسي او المعنوي مع الفريق هيفرق جدا في الفتره دي. اكيد طبعا، بالذات المدرب المصري وانت بتتكلم نفس اللغه ومدربين معروفين بالنسبه لهم واصحابهم وقريبين من بعض في السن، مثلا امين ولاد من في السن، فطبعا دور الجهاز الفني المصري المعاون مهما كان الراجل اجنبي في اوقات اللعيب ما بيقدرش يتكلم مع المدرب او يقلق يتكلم مع المدرب او مثلا ما بيلعبش، فهيتكلم مع مين؟ هيتكلم مع اقرب واحد اللي هو المدرب المصري. فاكيد دي معامل كبير جدا في الحته النفسيه بالذات ان هم يطلعوا اللعيبه، اكيد اللعيبه في قله ثقه شويه وفي تنشنه، وبرده مع هجوم الجمهور وهجوم المحللين لان ده طبيعي جدا في الكوره، انت ما وحش لازم تهاجم كويس، الناس كلها بتشكر فيك وده طبيعي جدا في الكوره. فطبعا اكيد ليهم دور كبير جدا جدا يعني. كابتن احمد انا بشكرك جدا، شرفتنا ونورتنا كابتن احمد مجدي، واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا.